العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري بالعباد. صدق عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا رحمة يمحي الزوار يا ابو علي لا تأمن الدار إن الدار ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين فما تراجعا معا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي قول زينب انا احترت يا سادتي لمن انعى اسرا ولمن ابكي بجفنين من عيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدا عن الحسين نقم بين الخميسين أبكي عليه فضيب الشيب من دمه معفر الخال معزوز الوريدين النواح يا زهرة على من قوت نوحي نواحج على المسمى لا نواحج على حنات كل البجا والناح والصيحة على حسن أبجي على أولادي القضاء والسيف والسيف
إذا العرب كان
أوروبيون ينظرون إليهم وإلى مقامهم العلمي في تلك العصور كما اليوم هم ينظرون إلى الأوروبيين. يعني فارق هو البون الشاسع بين العرب وبين المسلمين القلم. القلم كان في السابق والعكس. يعني إذا أوروبي تكلم وقال العرب يصلي ركعتين أول يتوقف يقول العرب يقول المسلمين. الحين عكست المسألة. زين. إلى هذا المستوى وصل علم العرب واحترام العالم لهم وعلم المسلمين. قالوا في أي عهد؟ قالوا عهد بالضبط بداية الدولة العباسية. من سقطوا الأمويين جو العباسيين اهتموا بالعلم وانتشرت كتب الترجمة. يعني العلوم الإسلامية كلها يونانية إغريقية فارسية هندية. فقالوا لهم ترجموا الكتب. أي واحد يترجم كتاب من الفارسية أو الهندية أو من التركية أو الإغريقية يترجم إلى العربية نعطيه جائزة بوزن الكتاب ذهبا. يعني تجيبه مثلا وزن 5 كيلو الكتاب هذا المترجم أعطيه 5 كيلو ذهب. هذه يحرف العلماء على شنو؟ كل واحد يدور له أمتن كتاب وروح يترجمه. أكبر كتاب، أثقل كتاب، وترجم أثقل كتاب يعني يعطي مساحة من العلم والمعرفة أكبر. قالوا هذا أيام هارون الرشيد موجودة، أيام المأمون موجودة. استفادوا العرب والمسلمين ونشطت حركة الترجمة والعلم والعلماء واكتشفوا أول خريطة في العالم. الأوروبيين ما يعرفون شنو خريطة في العالم، ما يعرفون. أول من سوى خريطة للعالم هم العرب، هم المسلمون. قالوا الإدريسي وقالوا ابن خلدون وقالوا الخريطة المأمونية يسمونها في عهد المأمون خريطة المأمونية. خريطة الأقاليم السبعة يعني القارات السبعة أما أيام العباسيين موجودة. إذا العرب المسلمين ذاك اليوم صاروا هم أرباب العالم ودائما يعزى الفضل في ذلك إلى العباسيين. وين دور أهل البيت؟ رحمة الله عليهم. هذا العصر عصر من أهل البيت؟ عصر الإمام الصادق سلام الله. وأطول مدة إمامة من بين الأئمة عليهم السلام من نصيب الإمام الصادق سلام الله عليه. استطاع أن يعطي في سبيل العلم. الإمام الصادق شنو يقول عليه السلام؟ يقول بأن العلم الحقيقي شوف الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. يعني مثل الزبد زيادة يعني زيادة ثقلة ما تنتهي. واضح. إذن واضح من كلام الصادق عليه السلام أن كل علم تشوفه على هذه الأرض موجود أي علم اعرف بأنه من أهل البيت عليه السلام. لأن ماكو علم حقيقي له ثمرة على أرض الواقع إلا إذا كان مصدره هو من أهل البيت رحمه الله. نحن العلماء إذا أهل البيت هم العلماء بطبيعة الحال وشيعتهم المتعلمون. يعني ما يصدق على واحد عالم يعني يجيب علم حقيقي إلا أهل البيت عليه السلام. وما يصدق على متعلم يستفيد من ذلك العالم إلا شيعته أهل البيت عليهم السلام أو من أخذ عنهم. اليوم الأوروبيين يعرفوا مو شيعة لكن في العلم هم شيعة. في العلم شيعة. شلون يعني؟ يعني هم ما يرون العلماء الحقيقيين إلا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني مو الكلام على الأئمة والكلام عن أصحابها لا إلى هذا اليوم. يعني الشهيد الصيد وغير الشهيد الصيد كتبه موجودة إلى الآن في الجامعات الأوروبية فإذا من كلام الإمام الصادق عليه السلام نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس. يعني أي واحد ما يأخذ من مدرسة أهل البيت محروم من أن يصل لعلم حقيقي. عشانه معناه أن كل علم حقيقي الآن موجود على هذه الأرض مصدره أهل البيت. هسا مصدر أهل البيت شلون؟ يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في النهاية مصدر أهل البيت. بشكل مباشر واضح. شلون يعني بشكل غير مباشر؟ ما أقصد عن طريق تلامذته. لا هاي بعد أحسبها مباشر. بشكل غير مباشر شلون؟
لان اكو علوم موجوده من قبل مولد اهل البيت عليهم السلام، ايام اليونانيين والاغريقيين والحضارات القديمه السابقه ايام الانبياء سلام الله عليهم اجمعين، هذه علوم موجوده، شلون ننسبها لاهل البيت عليهم السلام؟ هي ايضا منسوبه لاهل البيت طريقه مباشره، ليش؟ لانه اذا الامام يقول نحن العلماء يعني حتى الانبياء تعلموا من اهل البيت سلام الله عليهم. عالم الدار موجود، عالم الاشباح، عالم الانوار. الرواية تقول حينما خلق الله الملائكة، خلق الملائكة عرض عليهم ولاية أمير المؤمنين سلام الله. بس تأمل في هذا، شو يعني عرض عليهم ولاية أمير المؤمنين؟ يعني تقول رواية فقبلتها الملائكة، زين لو ما قبلتها شو بصير؟ يمحوهم ويجيب خلق غيرهم. وأيضا يعرض عليهم ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، إن وافقوا عليها صاروا الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وعلى أي أساس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ علوم ولاية أمير المؤمنين لا يعصون الله في قبول ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. تعرض عليهم وافقا، ثم قال لهم اذكروني. قالوا لي عرب شلون نذكرك؟ ما علمنا شيء تونا مخلوق كيف نذكرك؟ قال ارفعوا رؤوسكم وانظروا الى العرش. نظرت الملائكه الى العرش والى الخمسه الاشباح. وتامل في هذه الروايه تحلق حول العرش رسول الله وفاطمه وعلي والحسن والحسين سلام الله عليهم. فقالت الأشباح الخمسة الله أكبر، فعرفت الملائكة التكبير. قالت الأشباح الخمسة سبحان الله، عرفت الملائكة التسبيح. وهكذا الرواية تقول كل الأذكار الموجودة اليوم وكل الأدعية وكل ما يتوصل به إلى الله تبارك وتعالى تعلمه الملائكة، تعلمته الملائكة من أهل البيت في ذلك اليوم. تعلموا. ولهذا سأل الإمام صادق عليه السلام يقول له شنو الملائكة؟ شنو شغلهم؟ قال شغلهم الشاغل التسبيح والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى. هاي ال 24 ساعة لهجين بذكر الله تبارك وتعالى شغلهم 24 ساعة من منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة. من وين تعلموا؟ أهل البيت. تعلموه من محمد وآل محمد. جبرائيل عليه السلام نزل بدعاء الى رسول الله صلى الله عليه واله، هذا هو دعاء رسول الله، هذا مو دعاء جبرائيل، لكن تشريفا الى جبرائيل في هاي المرحله جبرائيل ينزل به فينسب له. والا دعاء قمين، دعاء قمين من زياد النخعي ما في شيء ما يعرفه، ما في شيء ما يقراه، دعاء جليل القدر تعلمه قمين من علي بن ابي طالب، صحيح ولا لا؟ اقرا في الروايه. ومو بس هذا، حينما سأله كمين من وين؟ قال له يا كمين هذا دعاء الخضر. دعاء كمين دعاء الخضر. يقول له هاي دعاء الخضر انا اعطيتك اياه يا كمين، اقراه كل ليله جمعه، مستحب قراءته في كل ليله، في كل مكان، في كل مورد، في كل زمان. زين. يعني امير المؤمنين متعلم من الخضر؟ لا. الخضر اخذه عن علي بن ابي طالب، عن اهل البيت عليهم السلام، الملائكه، الاوصياء، الانبياء، كل هؤلاء العظماء اخذوا علومهم من اهل البيت في المرحله الاولى، في المرحله الاولى، وكل ما عندهم من اهل البيت سلام الله عليهم. الامام الصادق عليه السلام يقول يا سدير ان علم الكتاب كله عندنا، ضرب على صدره ثلاث مرات، يعني كل شيء عندنا. لكن الانبياء مو كل شيء عندهم، عندهم جزء. قال الذي عنده علم من الكتاب، شيء من الكتاب، من علم الكتاب. قال يا سيف ايش قريت؟ قال لي قريت. قال هذا عنده عيب من الكتاب. والله ان علم الكتاب كله عند ناظر الله. هذا كله هذا كله. اذا الخضر تعلمه من اهل البيت ثم نسب للخضر تشريفا له، والا احنا الى هذا اليوم نقول دعاكم من هو؟ دعاء علي بن ابي طالب عليه السلام. صحيح. فاذا انا قاعد افلسف لك قضيه، كيف ان هؤلاء كل علم تعلمه الناس من اهل البيت بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، على طريقه غير مباشره.
ولذلك هاي القاعدة العامة، نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وكل وأما من بقى فهم غثاء وصار الناس غثاء، يعني علم حقيقي ما أجمل. أي أحد يدعي أن عنده علم حقيقي لا ينسب لمدرسة أهل البيت عليهم السلام فهو علم غير حقيقي. في النهاية لازم يرجع إلى واحد من أهل البيت أو واحد من تلامذة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا يوفر علينا الاستقصاء. يعني أنا أقدر أجزم أن ماكو علم الآن موجود له ثمرة إلا بواسطة أهل البيت عليهم السلام. لو واحد يسألني قال لي شيخنا أنت العلوم كثيرة قصيتها كلها واحدة واحدة وتقصيت جذورها حتى تجزم، يقول لك لا حقيقة شغلة تحتاج قرن من الزمان حتى تقصها. لكن ما الحاجة للتقصي؟ أكو قاعدة عامة وسائر الناس غثاء، انتهى الموضوع. كل شيء راجع لأهل البيت سلام الله عليهم. غثاء ما قيمة، هوامش زبل ما له قيمة. ولهذا شوف أكو علوم، أكو علوم يستحيل على العقل البشري أن يدركها، ودائما مصدرها الوحي او مصدرها اهل البيت عليهم السلام. اذا قلنا الوحي ترجع لاهل البيت سلام الله عليهم. مثلا في النبي ادريس عليه السلام، الروايات في ادريس رضي الله عنه تقول ان ادريس حقق سبق في علوم، هاي اتخذها وكذا رجعها لاهل البيت سلام الله عليهم، لان هو متعلمها من اهل البيت. ادريس اول من خط بالقلم، اول واحد يكتب بالقلم ادريس. الناس ما تعرف، انت اليوم تقول سهلة يا اخي اخذ قلم يكتب، يسهل الحين لانه على البارز جاهزة. شلون العقل شلون يقدر التفكير يدركها؟ هذا اما اذا تريد تترجم الكلمات اللي عندك في ذهنك تنزلها على مكان، تنزلها بهاي الطريقة وباستخدام هذه الآلة. صعبة هذه شغلة، هو العقل البشري ما يدركها لوحده ترى. لذلك اول من خط بالقلم واول من خاط، شوف حتى في الخياطة هذه هي عملية معقدة ترى، انت اليوم شوفها سهلة. أول من خاط إدريس وأول من تحدث في علوم الكواكب والنجوم هو إدريس رحمه الله عليه. علم في الخارج هناك وين توصل له؟ لازم مفاتيحها من أهل، مفاتيح من أهل البيت عليهم السلام. علم الكلام أي علم النحو، نحو لا اللي أولادي يتعلمونه، والحوزات قائمة عليه، كل العلوم تفسير القرآن قائم عليه، واستنباط الأحكام الشرعية قائم عليه، هاي علم النحو. ممن قالوا ابن الاسود الدؤلي، ابو الاسود الدؤلي على عظمه عقله ما يقدر يوصل الى هذا، عربي وعربي قح، لكن كلام العرب ما له مليون كلمه، مليون تريليون كلمه، مليون ما حيقدر يحس كلمه في العرب، كم كلمه عندهم؟ وشوف القواميس واللي موجوده في القواميس والجوامع والمجامع اللغويه، هذا مو كل كلام العرب. الخليل بن احمد الفراهيدي وهذا بعد شيء قام دراما تهلي عمان من اصل عمان، راحوا الى القبائل العربيه المعروفه، قبيله كذا الاقحاح اللي ما تاثروا باللغه الوافده عليهم غير العربيه، راحوا لهم اخذوا كلامهم، اخذوا كلماتهم جمعوها. اذا الموجود الان في القواميس شنو؟ كلمات مجمعه من قبائل العرب. لذلك المكان اللي يسكن فيه العربي اكو قبيله تسميه بيت، اكو قبيله تسميه دار، اكو قبيله تسميه منزل، شو منزل البيت لا. البعض يجي يقول لك لا هاي خير وهذا خير وهذا خير، مو بالضروره، يمكن كلها معروفه، كل المكان الذي ينزل فيه الانسان يسكن فيه الانسان، هاي القبيله تعتمد هاي الكلمه، هاي القبيله تعتمد هاي الكلمه. زين كلام العرب شو؟ ماكو احد قبل الاسود ابو الاسود الدؤلي تجرأ وتكلم في علم النحو، ليه؟ ما يتجرؤون اصلا. عقل البشر ما يقدر يجمع كل كلام العرب في ثلاث كلمات. هذا ما لها الا ابو الحسن علي بن ابي طالب سلام الله عليه. جاء ابو الاسود الدؤلي وقال حتى اولادنا حتى وجه سعادة. يا ابا الحسن المشتكى اشوف بنتي قاعده وطالع السماء بالنظريه تقول ما اجمل السماء، هاي لو تجيب هندي ما يقول، لو تجيب واحد مو عربي يقول لك راب اقرا ما اجمل السماء، لسان يعدل يقول هاي خفزتني عربي يا اصيله، يقول ما اجمل السماء، شوف هالشغله هذه
الشجع تغربلنا وياهم، لان دخلوا الفرس ودخلوا الاعاجم ودخلوا الترك والديلم وكذا. توقف اللغه، قال لا توجع راسك، انا اعطيك الان ضوابط اللغه العربيه. شلون يا ابا الحسن؟ قال اسس، هاي اعطيك القاعده واسس، اعلم ان الكلام اسم وفعل وحرف. اليوم يعلمون اولادنا اسم وفعل وحرف، هاي من مراجلهم، ذول ارباب السيبويه غير سبب ما يفهمون شيء قبل علي بن ابي طالب عليه السلام. قال اسم وفعل وحرف، اما الاسم فكذا، اما الفعل كذا، الحرف كذا. قال هاي قاعده، روح مش عليك، اجمع كل كلام العرب ما يخرج اما اسما او فعلا او حرف، ما عندك من يقدر يصور لك هذا التصرف. ويروح ورد يرجع يا ابو الحسن، هاي ايش تشكلت علي؟ وين احطها؟ قال هاي احطها هنا. ليش؟ قال للاسباب. وصار علم النحو لان قائمه على علوم العقل البشري قد طعن لما يدرك علم النحو لو لا تدخل اهل البيت علي بن ابي طالب عليه السلام. نفس القضيه علم الكيمياء، علم الكيمياء وعلم تجريبي، هذا علم تجريبي يعني لازم يسوي تجارب حتى توصل الى شو. هذا توماس اديسون اللي اخترع لنا الكهرباء، هذا لو ما اخترع الكهرباء احنا اهل البحرين خايسين الحين، ميتين في الصيف، ولا مدة الحر هاي اللي صارت قبل كم يوم. هذا توماس اديسون 1000 محاولة، 1000 محاولة الأخيرة نجحت كلها فاشلة، حتى يخترع المصباح الكهرباء، مصباح مو بعض مكيف وكلام. اي هاي علم تجريبي يحتاج الى شغل يعني، لكن اساس العلم التجريبي لا يدركه العقل البشري. انا لين اعطيتك كم قاعده وكذا وحشيت مخك معلومات قلت لك رتبها، ممكن تجرب وتوصل. لكن اذا مخك فاضي من الاساس، عادي ما عنده الاساسيات، ما عنده الاليات، شلون يوصل لهذا العلم؟ هي ولذلك مؤسس علم الكيمياء والذي يسمى ابو الكيمياء هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي الطرطوسي رحمه الله عليه، وهو من اجل واعظم تلامذه الامام جعفر بن محمد. حيان ابوه حيان رحمه الله عليه كان من اصحاب الامام الصادق، استشهد في هاي الفتنه اللي صارت بين الامويين والعباسيين، الامويين في نهايتهم والعباسيين في بدايتهم، الطاحنين طاح فيها هذا حيان، استشهد. استشهاد هذا اللي خلى جابر بن حيان يجي يسكن في الكوفه، يرجع الى الكوفه وسكن واقترب من المدينه ومن اهل البيت عليهم السلام، وصارت علاقته بالامام الصادق وقربه الامام الصادق لان عنده علاقه مع ابوه حيان رضوان الله. قال له تعال احنا بنعتمد. حيان كان شنو؟ صيدلاني، صيدلي تعلم يعني يشتغل بالصيدله وعطار كذا. قالوا جابر بن حيان تعلم الكيمياء من ابوه لان صنعه ابوه كان يشتغل ويا ابوه، ليش ابوه ما تعلم؟ ليش ابوه ما عرفه؟ ليش جابر بن حيان اخذ مع ابوه؟ وين ابوه؟ اصلا العقل البشري عاجز ما يقدر. هم ما يريدون يقولون ان هذا العلم اخذه عن الامام الصادق صلى الله عليه وسلم. هاي كلمه في الامام. قالوا صيدلي وتعلمها واخذ الاساسيات من ابوه. لا. وانما اخذها من الامام الصادق عليه السلام. مو كلام هذا، التاريخ واضح. كان بينه وبين الإمام الصادق 500 رسالة، سواء 500 رسالة حول موضوع الكيمياء. إجا قال له تعال يا جابر أنت مخك متوجه، شوف ميولك إلى هاي العلوم التجريبية. قال إيش رأيك عنك علم الكيمياء؟ قال أنا مجنون أنا أدورها هذه، لأن علم الكيمياء هو له أصول موجودة قبل جابر بن حيان، الى اصول من ايام التاريخ يقولون. وقبل ذلك يعني قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. شلون؟ قالوا هذا عنده اموال، عنده ذهب وفضه، من وين جايبينهم؟ اللي مفاتيحهم، شوف مفاتيح التجوريات اللي عنده، مفاتيح الخزائن، يخليهم داخل خياش، يشحنهم خياش
وحطهم فوق 40 ناقة عصبة، ولكوا 40 ناقة اليوم مربوطين عند باب البيت، ما عنده مكان لهم، مفاتيح ما عنده مكان، يخليهم عند باب البيت وعلى 40 ناقة، ما إن مفاتيحه هو اللي تنوم العصبة، فلا أقوى النياق ومتعصبين يعني مجتمعين على بعضهم البعض متلاحمين، وتنو يعني تخلق شوي تنزل تهبط ما تقدر ترفع قوائمها تفج رجولها. من وين؟ من وين؟ قالوا تعلم علم الكيمياء. علم الكيمياء شلون تعلمه؟ قالوا أخذ أساسيات العلم من موسى عليه السلام ووصيه يوشع بن نون. شوف هاي العلوم لازم ترجع إلى الوحي، وإذا رجعت إلى الوحي رجعت لأهل البيت سلام الله عليهم. زين العلم موجود وصار يقدر يسوي ذهب ويسوي فضة يسوي مستحضرات، ذلك يقولون القدماء أن علم الكيمياء هو علم تحويل المعدن الخسيس إلى معدن نفيس. يعني اجو الحديد اسويها اقول كذا على اسويها فضه احول اصير حقيقه الى شيء زين. هاي اذا علم الكيمياء موجود ربما حتى قبل موسى بعد موسى، زين شلون جاء من الحياه مؤسس علم الكيمياء؟ يقول هاي العلوم كلها تندثر بانتهاء دورات تندثر وتبقى منها بعض الاساسات الخاطئه اللي ما لها قيمه ما توقف عنده. لذلك افلاطون عنده اراء، أرسطو في اليونان العلماء اليونانيين دول علوم آراء في علم الكيمياء، لكن كلها خرافات وأباطيل، كلها من نوع الشعوذة ما لها قيمة ما تسوي شيء. لو أرسطو يقدر يحول الحديد ذهب كان شفتها ما واحد ما يوم حول الحديد إلى القلة، لأن أساساتهم خاطئة. إذا جابر بن حيان هو أبو الكيمياء ومؤسس علم الكيمياء، يعني علم الكيمياء الحقيقي اليوم إلى ثمرة إلى ثمرة إلى ثمرة. قال تعال يا جابر خليني اعلمك علم الكيمياء. وجابر مطلع على ارسطو وفلان وكذا وعنده لك ما بعرف شو يسوي فيه، شوف شعوذه شغله شعوذه ما تعرف ليه. قال لا انا اعطيك الحل، انا خليك تفهم هذا الكلام كله وتوجهه التوجيه الصحيح. فصار بينه وبين جابر بن حيان 500 رساله، وفي تلك الرسائل شنو يكتب جابر بن حيان؟ هو يسال الامام يجي يقول سألت سيدي جعفر سلام الله عليه وجيه الجواب. 500 رسالة، هاي 500 رسالة كتبهم جابر بن حيان ووصلت إلى 1000 ورقة. يعني كتاب الكيمياء عبارة عن رسائل بينه وبين الإمام الصادق 1000 ورقة، يعني كل رسالة تأخذ لها صفحتين ورقتين من 500 رسالة صارت 1000 ورقة. زين هذه بلوى، هاي بلوى علم الكيمياء اليوم العالم كله قائم عليه، وتاريخ جابر صغير من تلامذة الإمام، مو بس لو من تلامذته هانا لا متعلمينها من عنده، احنا ماخذينها من عنده، لو بس تلميذه وهو مسوينها كان يجون ماخذينها من عند الإمام سلام الله عليه مشكلة، ويجون يدخلون لك قال له لا هذا مو ماخذينها من جعفر بن محمد الصادق. شلون؟ قال الناس قالوا جعفر الصادق عليه السلام ما يشتغل في سوالف كيمياء ما كيمياء، تخو قاعد وياك مو شغلك انت التاريخ هذا 500 رساله وتالي تقول لي الصادق ما يشتغل في الرسائل؟ ما يوم سمعنا تكلم عن الكيمياء فاضلك الامام الصادق عليه السلام يتكلم عن الكيمياء ويا واحد ويخليه وينطلق الى علم اخر وشغلته هذه 24 ساعه. ثم وين تروح انت؟ سألت سيدي جعفر، وين توديها هذا؟ اي وين توديها انت؟ جابر بن حيان وصل لمرحلة من النبوغ والعلم اللي في زمانه ما في أحد يقدر يقول أنا أستاذ جابر. اللي في زمانه حتى أساتذته يخجلون. أكو واحد مستشرق يقول أنا درست حياة جابر بن حيان شفت أن اللي سواه من المؤلفات ما يقدر واحد يسويه الا عمره يوصل 95 سنه. الا ما يوصل عمره 95 ما يقدر يسوي المؤلفات هاي كلها. وفعلا يقولون ان عمره يزيد عن 90. شفاق حد التصور نابذا نابذ عصره. تعال يقول سالت سيدي جعفر، خلينا نشوف من هذا جعفر اللي في ذاك العصر موجود وبهذا العالم غير جعفر الصادق سلام الله عليه وسلم. وين توديه؟ قالوا لا بس جعفر البرمكي
يعني يوصلون لمستوى ينحدرون من السخف وخلوكم تضحكون وخلون الكل يضحك عليهم لكن ما يبغون يقولون هذا من جعفر. يلا هذا جعفر البرمكي وزير وكان له علاقه بهم البرامكة وابوه جابر بن حياة عنده علاقه. جعفر البرمكي خليه يكتب اسمه هو خليه يعرف يحط كلمتين مو يسوي علم الكيمياء يا اخي. فان جعفر البرمكي انسان وصولي جاي يوصل عند هارون الرشيد يبغى يوصل الى حكمه لو عنده علم الكيمياء ما يرضى ينسب لجابر. كان هو سواه وارتفع عند الناس وارتفع سلاحه. سألت سيدي جعفر هذا من التأدب يعني وصل إلى مستوى من النبوغ والعلم يقدر بعد يقول لا يصير مثل قارون. قارون ايش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قال من قال لكم هذا من عند الله؟ هذا من عندي علم الكلمة. قال لكم من عند الله؟ من عند. فخسفنا به وبدارهم أنهينا. لكن تعال شوف جابر بن حيان تأدب. شو مدرسة أهل البيت؟ سألت سيدي جعفر خير الله. تعال شوف مدارسنا اليوم. المدارس شو يعلمون أولادنا؟ مناهج وزارة التربية والتعليم شو يعلمونهم؟ يعلمونهم أنه وصلت الدولة الإسلامية لذروة العلم في عهد العباسيين. أيام الفضل للمأمون، الفضل لهارون الرشيد، الفضل لأبو جعفر المنصور. دول ألفوا كتاب. سووا سطرين كتبوه نفعوهم الناس. وين 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 انتاجاتهم؟ ما يهم. يغطون القضية حتى أولادنا ما يتعلمون. وإذا جابوا ذكر الكيمياء وين يولون عن جابر ابن حيان؟ ما يقدرون يروحون. فيقولون وقد اكتشفت الكيمياء على يد جابر ابن حيان في عهد الدولة العباسية. يذكرون الذكر خجول؟ وين الامام الصادق سلام الله عليه؟ ما يدري ما يدري. ابن خلدون عالم فيلسوف يعني شق الارض هذا وشق السماء. ابن خلدون معروف في مقدمته مقدمه ابن خلدون يذكر يقول الى ان ظهر الساحر المشعوذ جابر بن حيان. يصيرون شخفاء يصيرون ما عندهم علم ما عندهم شيء من العلماء واساسيات العلم. ليش؟ يتوقع بس حتى يبعدون اهل البيت. يعني اذا تقول جابر يعني تقول الامام الصادق. يقول ظهر المشعوذ الساحر جابر بن حيان بعلم الكيمياء. عجيب صار علم الكيمياء اليوم العالم كله قائم عليه. صار الساحر وصار المشعوذ بس لان في ذكر محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اكتشف القلويات في تحسين علوم وعلمي وكذا يعرفون يفهمون هذا الى اولادنا. مكتشف القلويات مكتشف حامض النيتريك حامض الهيدروكلوريك هاي الاشياء اللي يستخدمونها اليوم اللي مكتشفينها جابر بن حيان. جابر بن حيان هو مؤسس البحث التجريبي. ما كانوا يعرفون شو اسمه بحث تجريبي الذي اسسه جابر بن حيان. كلوريد الصوديا اليوم شوفوا على البيبسي وعلى كذا وعلى بعض المنتجات الذي اكتشفه هو جابر بن حيان. وجي تقول لي شعوذه؟ هذا كله بركات محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على واجد بارك الثاني على حب الصلاه. الله عليه توهق ويا الامام توهق شو يسوي؟ عالم وصل الى هالمستوى ان واحد من تلامذته هو جابر بن حيان. زين تعرف جابر بن حيان هذا واحد من الف في جامع الكوفه. تخيل واحد من الف
خذ حسن الوشاء يقول والله شفت ألف من العلماء من رواة الحديث يعني من أمثال جابر ألف كله يقول حدثني جعفر بن محمد. وتروح للبصرة وفي مثلهم وتروح للمدينة وفي مثلهم زين ألف وألف 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 دول يعني خلاصة العلم خلاصة العلماء خلاصة العباقرة في ذلك العصر كله يقول حدثني جعفر بن محمد. دول العلماء بس لو كل واحد يحمل سيف ويطلعون في ثورة بيجمع له 20,000 واحد. إمام الصادق عليه السلام من الفقهاء من العباقرة من المخترعين أمثال جابر بن محمد وغيره. أبارك الباقي التفت المنصور قال لا سلاح غير سلاح هذا سلاح العلم. شلون قتل به الإمام الصادق عليه السلام قدام العباسية المتغطرة السيف اللي وصلت امتلاكها من الصين شرقا إلى الأندلس غربا من الصين إلى الأندلس يعني إلى إسبانيا وصلت دولة عظيمة. يا سماء أينما تمطرين يأتيني خرجتي خرج رشيد وتعليها قتلها الإمام بالعلم. قال شو نسوي إلى الإمام جعفر الصادق؟ قام نادى قال له يا جعفر بن محمد تعال أرجع جاء الإمام قال له يا جعفر بن محمد أنا ما عندي وياك إلا سؤال واحد ما عندك شنو سؤال؟ قال لماذا لا تغشانا كما يغشانا الناس وفي رواية لماذا لا تخشانا كما يخشانا الناس. قال هاي العالم كلها تخاف من أنا أبو جعفر هذا اللي اخترع البناء على المعتقل اللي يجيب معتقل واحد يدور يحطه في الاسطوانه ويبني عليه اسمه هو حي قال اخترع له انا اللي الكل يخاف منه لماذا لا تخشى انا يا مستجمد ويا شويه ما انت عاطل الاعتبار انت عاطل الاعتبار ولماذا لا تخشانا ليش ما تمر علينا فلان شيخ فلان وكنا فلان يجون عندنا ويعطيهم فلوس ويروحون ويستانسون والديوان ينقصوا وياه. قال له انت ايش معنى؟ ايش معنى انت حج؟ قال يا ابا جعفر المنصور الذي يغشاك او الذي يخشاك هو الذي يطلب الدنيا منك. قال اللي عنده شيء في الدنيا وهذا هو عنده الرزق عنده مو عند رب العالمين. هذا اللي يجي ياخذ من عنده، هذا اللي يجي يقعد اليوم يستعطفك يستلطفك حتى يحصل خير. ولكن الذي لا يطلب الا من الله تبارك وتعالى لا يغشاك ولا يخشاك لا يشان فيك لا يجيك ولا يعرف ولا يخاف منك اصلا واعلى ما في قلبك الكرم. مشكله منطق مشكله بقى. طلع الامام الصادق عليه السلام راح نادى ابو حنيفه. انا طولت عليكم ان شاء الله ان شاء الله نخدم وصل نادى ابو حنيفه قال تعال قال انت من تلامذة جعفر بن محمد قال اسوي لك مذهب ولذلك هذا دليل على ان ابو حنيفه والاحناف مذهب سياسي مو مذهب علمي السياسه انتجته. قال اسوي لك مذهب ضد جعفر بن محمد وانا اعطيكم الفلوس وامدكم معاشرات ما اخلي شيء بس اقتلوا لدرجه ان اللي يروح يدرس عند ابو حنيفه يعطونه معاش واللي يدرس عند الامام الصادق، الامام الصادق فرض عليهم ضريبه. قال لهم اللي بيدرس عندي يجيب فلوس. يختبرهم الامام سلام الله عليه، يختبرهم شبنياتهم. هو يريد ذول انسان جبر بالحيامي. ذول المخلصين المخلصين. يقول اللي قريب يدرس عندي ما دام ذاك اللي يدرس عنده يعطيه، انا اللي يدرس عندي باخذ المخلص. وصاروا يروحون يفلحون. ويشتغلون حتى يطلعون الفلوس ويجون يدفعونها للامام الصادق ويصحوا. لانك واحد دخل على الامام الصادق عليه السلام هذا كان قال انا ليش ما اسوي خطه؟ اروح لابو حنيفه واخذ من عنده الفلوس واحضر عنده الساعه واروح وادخل على الامام اعطيه اياه. خوش خطه. الله راح وصل وحط الميول على الواحد لا راجع ابدا مو حلوه لا في حلقي ولا في حق الجنون. خلي انا اوصل خلي اروح اشتغل حال حالك الامام. راح كذا مسكين طلعها وجاء الامام دفعها ودخل خلص الدرس التفت له الامام الصادق عليه السلام قال له يا هذا لو فعلت امك لفعلت. قال له وش هالبلوى بعد
تعلمت مرايح تنخل ورجعت. امه كان كذلك كان بالدش كانوا مش دخلوا توفت من زمان الله يرحمها. قال لي لا قال لي انت مو وحيد ابي؟ قال لي قال لي ترى امك ميته ولا سنين. وابوك كان سافر بسنتين وثلاثه يرجع. وسوس ابليس الى والدتك قال لها جيرانكم مكان لعبوا كذا عزكم وفيها عبيد وفيها كذا. قال لها ابليس ليش ما تروحين دقيقه واحده؟ وجي الولد ولا تمسك هو بيجي ولا هذا منه. وتزينت وتعطرت وتجملت وراحت. وابليس تعرف بس بتحط رجولها ردت قالت خلني مخلصه لله مخلصه لاهل البيت اني موالي اسوي شيء. ورجعت وقالت ان شاء الله هالمره الله يكرمني بذريه على اساس اني انت الصالحه. في نفس الليله رجع زوجها ما رجع لها هي متزينه ومتعبه. شايف؟ شوف الرزق شوف شلون الايمان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حين لا يحتسب. شافها متزينه متزينه لبن قالت لبن شلون راجل قالت لبن هذا المصلحه. جامعها تلك الليلة فانعقدت نقصتك أنت في تلك الليلة حلال طيبة. قال له لو أمك ذاك اليوم دخلت أنت بتدخل وتاخذ لك نفس الحرام. إلا وفعلت ما فعلت. أمك مؤمنة وطيبة وأنت مؤمنة وطيبة. زين ما نفعت مدرسة أبو حنيفة. قال ما في إلا الإقامة الجبرية. سو أول إقامة جبرية على أحد من أئمة أهل البيت هذا أبو جعفر المنصور ضد الإمام الصادق عليه السلام. لأن يجينا ما يقدر إذا ذولا العلماء بس هذا عدلنا أبارك بمحبي الإمام سلام الله عليه يعني. رئيس أئمة المذاهب هو أستاذ شلون يسجنه؟ ما يقدر صعبة كان خلى عليه إقامة جبرية لا حد يدخل ولا حد يطلع. وفي الأثناء خطط ولس السم إلى إمامكم وبقي إمامكم يجود بنفسه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. رحم الله من نادى وإمامه ومصيبته بثلاث القطع عز الهواشر
مش كل حد عني يا بطل على ابني اليوم جبري تراه تقطعت من حر اسمه وانا شيعة عزة جده المظلوم Thank you.
اللهم شافي كل مريض وسيما قادم الحسين الشيخ ياسين الجمري يحفظه الله شافه بشفائه ولوه بدوائك فكه من بلائك البسه لراس الصحه والعافيه بحق مريض كربلاء زمن العافيين اللهم وفك كل اسير ورد كل غريب الى اهله سالما غانما اكشف هذه الغمه وهذه الغمه بمحمد وآله سرج الظلم صلواتك عليه اجمعين ان شاء الله غدا ان شاء الله الساعه 5:15 عصرا ان شاء الله الله يعودنا واياكم على من في هذه الايام اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك واقلع عن الدنيا والامور من الخاطر إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير جماعتي المؤسسين والحاضرين والسامعين احفظهم في أنفسهم وأهليهم وما يتعلق بهم قبل لهم أعمالهم أعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات إلى رحمة المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء والعلماء وخليفة الحسين عليه السلام رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها صلوات